دلوقتي بيحمل حضرتك كل الخسائر اللي فاتت رغم انك مستقيل من شهر 10 اللي فات. تمام. طيب عايزين نوضح كده بالراحه عشان نقدر ندخل في الموضوع باستفاضه. اتفضل. وانا عايز اقول حاجه، هو حسام غريب ده مش اللي كان مع ايمن صلاح وكسبت كسبت 4 بطولات وخمس بطولات؟ مش حسام غريب ده اللي كان مع مجد ابو المجد وكسبنا؟ مش حسام غريب ده اللي كان مع باسم السبكي وكسبنا؟ حسام غريب ده اللي كان مع اوليفر وكسبنا؟ الموضوع ما اختلفش، لكن اللي اختلف ايه؟ اللي بيسمع واللي بيسمع واللي بيقول. انت لما تبقى عايز معلومه اطلبها صح. النهارده الناس كلها بتحملني انا الخساره. خساره ايه؟ خساره بطوله افريقيا ولا خساره الدوري ولا خساره الكاس ولا الصح تيجي تقول ايه اللي حصل في بدايه السيزون؟ حضرتك لما بتيجي بتشتغل ما بتشتغلش بالحته، احنا بنشتغل بالسيزون، صح ولا لا؟ تمام. في البدايه بعد موضوع اوليفر عشان نرصد التاريخ صح للناس، اوليفر بعد بطوله النيجر اللي هي كان في بطوله السوبر وبطوله افريقيا، تمام، خسرت بطوله السوبر من الاهلي وكسبت بطوله افريقيا في النيجر، رجعنا الكلام كان على اوليفر هيكمل ولا مش هيكمل. طب لو مش هيكمل مين اللي هيجي مكانه في وجود حمادة الروبي؟ تمام. حمادة الروبي خبرة كبيرة مع الفرقة. فهنا انت بتتكلم يا ابراهيم، نادي الزمالك، نادي الزمالك ليه مقاييس مختلفة عن اي نادي، خصوصا في كرة اليد. بالذات في اليد. انا هكلمك على اليد. تمام. فلازم اشوف انت النهاردة في افريقيا متواجد رقم واحد. يعني انت يعني حتى لما خسرت من الاهلي في النيجر كسبت بعد 5 ايام كسبت بطوله افريقيا. تمام. يعني ما بطلعش من افريقيا كده، لا خالص، وده اللي احنا متعودين كلعيبه وكجهاز. الاساس كله انت بتخطط ازاي؟ فنيجي لما انت بتخطط، الاهلي برضو بيخطط بيدور، صح ولا لا؟ ما هي منافسه داخل الملعب ومنافسه خارج الملعب، بس خارج الملعب تبقى بيني وبينه، انت هتاخد مين؟ انت هتثبت تاخد تشتري مين؟ صح ولا لا؟ مظبوط. دي سنه الحياه. تمام. في عندنا في مصر اهلي وزمالك. طيب النهارده هنجيب مين مكان اوليفر؟ خلاص احنا حددنا ان اوليفر هيمشي. طب مين مكانه؟ مين اللي هيحافظ على كيان نادي الزمالك؟ ومين اللي هيعلي بقى؟ ما هو خلاص بقى النهارده ايه سلبيات اوليفر؟ وايجابياته، صح ولا لا؟ انت لما تيجي تعمل اختيار لمدرب او بتمشي مدرب بتمشيه لاسباب معينه. تمام. صح ولا لا؟ ولما بتجيب مدرب بتجيبه لاسباب معينه. بالظبط ده اللي حصل. طيب استقرينا على مين؟ على مجد ابو المجد. مجد ابو المجد تاريخ معروف طبعا، وبعدين اشتغل معايا، كانت اول مره الترجي يخسر في الترجي بطوله افريقيا. كسبنا بطولة افريقيا ساعتها في تونس في الحمامات. حلو. يعني اذا هو ليه تجربة سابقة مع نادي الزمالك. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة هو بطل العالم 2000. مظبوط. اوكي؟ شباب. عشان بس ايه؟ ما انا هنا بقول لك ايه؟ انت بتحلل المدرب اللي بتجيبه، انت ما بتجيبش اي حد. لا. لازم تحط له معايير. خلاص اتفقنا على مجدي؟ اتفقنا على كإدارة اتفقنا على مجدي. انا لغاية دلوقتي شغال ان انا بكلم ابراهيم انت هتيجي تمرن، مجدي انت هتيجي تمرن، وبقف طلباتك ايه؟ انا مش مدير فني. تمام. ركز بقى معايا في الحته دي، انا مش مدير فني خالص. ولما اشتغلت رئيس جهاز مع الـ6 7 مدربين اللي كسبنا بيهم افريقيا وكاس ودوري ما كنتش مدير فني. انا باخد خطوه لورا. خلاص بتقدم المدرب وانا برجع. دي مش مهنتي. ولا وظيفتي. تمام. ليه؟ هي دي اللي بقول لك عليها، انا بحط لوائح وسيستم ليا واللي قدامي، ودي الفني اللي بيجي بديله كل صلاحياته، صلاحياته اللي هي ايه؟ اللي هي علاقته بمجلس الاداره. هنا بقى رئيس الجهاز. تمام. تمام؟ طلباتك يا مجدي كنت انا وهو احمد مرتضى. كويس. طلباتي انا عايز اللعيبه. بص بالاسامي. بوجي الطيران. تمام. على ما اظن ده مواليد يا 96 يا 98، وكان فري يعني
كانش ماضي مع حد، كانش ماضي على حد. وكنت متفق مع وليد احمد وليد حارس المرمى سبورتنج على ما اظن، ده مواليد 98 مظبوط. ركز معايا في المواليد لان دي اهم حاجه، المواليد. والولد ده عامل جيم هو اللي كسب نادي سبورتنج الكاس. حصل حصل صح ولا لا؟ اتكلمت عنه كتير. زي ما بتجيب مدرب ليه معايير، انت برضو بتجيب لعيب ليه معايير لنادي الزمالك قدام على اللونج، لان نادي الزمالك ما بينفعش ينزل بطولات ويبقى تاني، صح ولا لا؟ تمام. فالشخصيه دي واللاعب ده والمستوى ده هيدي في نادي الزمالك. برضو وجهه نظري بتبقى محدوده قد كده بريك، لكن المدير الفني هو اللي بيشيل شيلته، صح ولا لا؟ مظبوط. هو اللي بيقول. انت قلت كلمه كده، ركز قوي مع المواليد. تمام. كان الهدف ان يكون تصغير اعمار او متوسط الاعمار لاعبي نادي الزمالك. برافو عليك. شايف ان اللعيبه كبرت؟ برافو عليك. تمام. ليه؟ هتعمل دمج. تمام. صح؟ صح؟ ما ينفعش احنا ايام باول تيدمان، ايام المنتخب اللي وصلنا العظماء السبعه ورابع عالم، في دمج. سامح الاول، بعد كده جوهر، عمرو جيوشي، اشرف عواض، محمود حسين، الشريف مؤمن، عارف؟ تمام. سنه سنه سنه، خطوه بخطوه. وده اللي بيقول واللي بيقوله المدير الفني. طيب احنا النهارده مع عبد الله الباك رايت بتاع نادي الطيران، كان في 2000 على 2000 مواليد 2000، مع في هاف على ما اظن في 2002 منتخب مصر، انا بتكلمك عن المنتخبات. تمام. منتخب مصر هاف اسمه عمر سامي انا فاكر، بتاع الطيران. الكلام ده انا قعدت مع هشام الشوره رئيس مجلس الاداره نادي الطيران عشان نشتري اللعيبه دي. حتى قالوا لي احمد مرتضى، قال لي في بنتين عايزين نجيبهم من نادي الطيران. ده دوري. تمام. ده دوري. كويس مجدي، في اي مشكله عندك احنا اتفقنا مع الناس دي. لا قال تمام، وانا في لعيب بشوفه كويس، وفي لعيب تاني عايزين نجيبه اللي هو هاي كلاس بقى، لان اللي جالي كله بيلعب درجه اولى. انا عايز لعيب على مستوى يحيى الدرع. ما انت يحيى الدرع عمل عندك دفوع، عمل عندك فراغ كبير، لكن الولد بسم الله ما شاء الله في فيسبرم كسر الدنيا ما شاء الله. الدنيا. وهو قعد في نادي الزمالك سنتين ثلاثه ما بخلش بحاجه. طبعا انا بقول كلمه حق في ظهره هو وسيف، لكن يحيى عشان باك ليفت كامل اللي هو ايه، ما هو انت بتدور على معيار يليق بنادي الزمالك. بيدافع، بيهاجم، فاست بريك. صعب تلاقي اللعيب ده في اوروبا، ولو لقيته هتلاقيه ماضي سنتين ثلاثه.